Présente Jalal Abd Hakim, contrôleur à la Royal Air Maroc depuis 1979. Je suis rentré au centre Royal Air Maroc, j'ai fait 3 ans de formation. Shabir Aziz. غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم. في مثل هذا اليوم وبالضبط في 5 من نوفمبر 1975 خطب المغفور له الملك الراحل الحسن الثاني جحافل المغاربة التي شاركت في المسيرة الخضراء قائلا: غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، غدا إن شاء الله ستطؤون طرفا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون ثرى وطنكم العزيز. كنا البداية سيدي من اللي سمعنا الملك الراحل الحسن الثاني الله يرحمه دواء تخلعنا، ولكن ملي شفنا الناس غاديين للمقاطعة مشينا تقيدنا وجاو هزونا المدرسة هنايا عشاونا الصباح جاو الكاميوات مشينا. النهار الأول جات باينة نمشيو للصحراء نحروا البلاد ديالنا ونجرينا على الصباليون وبخير وعلى خير والحالة مزيانة أبي صاحب الجلالة الحسن الثاني الله يرحمه وشاركنا فيها. هو الحسن الثاني نصره الله الله يرحمه، إذا كان جيد في الأول كان ما يدير واحد الحاجة حتى كيدرسها ويطيبها ويغرسها وكل منها ولا ما تاكلش منها. 350 ألف مغربي عشرهم من النساء شاركوا في المسيرة التاريخية المسيرة الخضراء، خضراء نسبة إلى سلميتها، إذ لم يتسلح كل هؤلاء إلا بالمصاحف وأعلام المملكة وبوطنية وشجاعة استثنائيتين قل نظيرهما في أيامنا هذه. كان الوزير الأول السيد عثمان هو اللي دخل الأول، هو وشي أعضاء دخلوا، مشينا حنايا تبعناهم، شي رجع اللور شي خايف شي واخا ما داك الشيء بنادم اللي وصل تما وشدوا المصحف زعمنا ولينا غاديين. كان كيجيو عندنا العيالات كيصبونا مسمن وكيصبرونا الناس. الله والنبي والقران معنا، عرفتي باش مسن الحين. الله والوطن والله والنبي والقرآن معنا، ألامنا في العيون يرفرف ويقول التاريخ هاك بلادي. تباينت لحظات المسيرة المعجزة بين المضحكة والمؤلمة والمبكية، إلا أن جل الذين عاصروا وواكبوا المرحلة أكدوا أنها مسيرة استثنائية لا ولن تتكرر، خصوصا تلك الطرائف وتلك الأجواء التي كانوا يعيشونها على الهامش. حاجة وحدة اللي ما بغاش تنسى ليا وهو النشاط، ما كناش فيه، ما كاينش الناس، صوب المسمن نوض دير اتاي وشطيحو رديه. بالليل كنديرو العادي تاعتنا، شنو هي النكات، نعود النكات 12 تاع الليل وحده تاع الليل عاد نجو نعسو بخير. ملي كنسمعو ديك الذكرى وديك الله العيون عينية والصغيرة الحمراء كنتفاجئ، وكان ديك الساعة ما كانت لا تلفازة لا يديك لا يخليك. دخلنا واحد الخطرة وملي دخلنا لهذا قالوا البو زارورا دخل، كل واحد حتى على الساك ديالو وتسنحنا بالمواس ديالنا وبخير وعلى خير.
كنت انا كنأذن واحد النار فقت مع الفجر وانا نضرب واحد المقراج ونادوا ليا كيسعبوني بوليزاريو والله العظيم نادوا ليا قلت لهم انا راه مؤذن ديالكم عاد شدوني وعنقوني وداكشي. إجابة المشاركين في المسيرة الخضراء عن مدى استعدادهم لمسيرة أخرى كانت درسا لكل من يتنكر لدفء هذا الوطن، لكل من ينتقد مغربه في أول فرصة، درس لكل المتخاذلين والخائنين الذين ما لبثوا يستنزفون خيرات هذا الوطن لينتهوا بتشويه صورته. نمشي أنا الأول وندي ولادي والله تدي ولادي. إلا كانت غدا نمشي والله تا نمشي نقول لهم ديوني إلا ما بغاوش ديوني نمشي للزحاف. إيه علاش لا؟ واش قليل على في الأمر نمشيو نموتوا على بلادنا الصحراء المغربية والصحراء ديالنا وعاش الملك محمد السادس وعاش الحسن الثاني. هؤلاء المقاومون كانوا طرفا في صنع هذه المحطة التاريخية المفصلية وكذا استرجاع بعض من أقاليمنا المسلوبة وطرد العدو والتعريف بوطن قوي وجريء. هذا ما أعطوه هؤلاء لهذا الوطن، فماذا أعطى هذا الأخير لهؤلاء؟ الفرحة اللي دازت عندي في الصحراء عمري ما شفتها في حياتي. أنا ملي رجعت مرت درت العكاسة والله تمرت. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سوغ يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو وبلا ما تنساو ديرو جيم ولا بغيتو تشوفو شاشة تشوف تيفي ان سامبل كليك في هاد لو بوتون وما فيها باس الا خليتو شي تعليق تعبرو فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.